بكل شيء النور. في إطار انفتاح الكلية المحيطة السوسيو اقتصادي، الكلية المتعددة تخصصات النظر في شخص مختبر إغانة ذي الكلية يتنظم جندوة مهمة ذي المالية التشاركية وما يصطلح كذلك بين الأبناء البنوك الإسلامية، والمؤتمر يتنعقد بشراكة مع المركز العربي الورياشي نيغاس المركز غانا غاكيش اتفاق التعاون والمشاركه، وكذلك يجن بنك من البنوك التشاركيه يعني البنوك الاسلاميه يتجنخو في الشخص الاخضر بنك. ثاني تاج الفرصه لان الابناء يلاه باش الظهران دي واحد تقريبا شي عامين، ولكن من ديني انه اولا انه الابناء وانت السين شي تص يعني المواطن وتيسش مليح، والاهداف اللي سنت واخا انه سنة خاصني يقولن، ولكن شي نخطو ديال المؤتمر نحاول نناوي خبراء للاقتصاد والدين على اساس ان نناقش الموضوع الماليه التشاركيه. ما حنا عاوداني نسن ما موقع خو الابناء غانا ذي هما حنا وما الصعوبات ايجان ديني ايه انتي سبدان انه وتحنت غاز زات التصنيف السن خاص بانه قد جنت، ولكن تقريبا قليل وانتي السن. لهذا الشيء ندوز الموضوعين غنناقش نهارا، ومن بين الامور توصيات خصا دايرين لانه الابناء كانت اتفاقيه شراكه كمجموعه من الجامعات الممثل البنكي داري هنتيد، واش نتمنى حتى الجامعه انه الكليه متعدده التخصصات وتعزم ثورات الابناء على اساس اتفاقيه شراكه مع حند ان تبادل الخبرات للمجال الاقتصادي والمجال يعني التوقع ان الابناء لمجتمعنا على اساس انه غيستافدن للمستقبل، انه البحث العلمي بصفات عامه ولكن خاصه طلبه، وخاصه بانه الكليه رخصو تعزم مسالك الماصل خاصة الدراسة الإسلامية غنخرج ثلاث مسالك الماصل بإضافة لمسالك يعني اللي غنرضي الاقتصاد ويعني والقانون كذلك، إذن تما غاس العلاقة ديال المواضيع يتنظم نهارا، وتمني يعني التوفيق للجميع ونشن بأنه متفتحين على جميع الهياكل يعني الميادين المتعدده يبوي على اساس من الجان اهم هو انه الطالب طالب الكليه هذه يستفد ويسمى انه قال تكوين البحث العلمي تقدي المؤسسه يعني يتحي الطواره، وشي نخص ان الطالب يتحس بانه قاش المؤسسه جامعيه غاس المكان للساحه الجامعيه المغربيه، وشكا حتى المواقع الالكترونيه يساهم في تغطية الحدث العلمي المتميز. وشكرا. مشنو تواري ما قناة كيجي المشان تنظم ذاك سجن الندوة حول المالية التشاركية بالمغرب وسؤال التمييز نهار وانيتين انه ذاك لقاء وانيتين ذاك اثنين جلسة علمية انه سيورا من الفرق بين نيجر البنوك ثانيتين اثنين اقل بنوك نظم، ثم ايضا انه سيور القانون نديرها البنوك التشاركيه، السيور كذلك المعيقات البنوك التشاركيه، السيور الدور كذلك البنوك التشاركيه للتنميه الاقتصاديه والاجتماعيه ديال المغرب. بس المناسبه ثانيتين نرجو نشكر كذلك الاخوان اللي ضمن لقاء يونيتين كل جنسي سمينس، ثم ايضا انه نشكر كذلك انه تنظم اللقاء وانيتين قناظور انه نشن في امس الحاجه باش نسن كذلك نشني ان غنى الاسئله كثيره من الدور نسني البنوكا غيديو سن جديد انه قال المجتمع رخو سنتين زقامي شنتو غنسقسا انه من غير من الدور نسن ما كيف البنوك نظن الى اخره. اليوم انه تواجدنا كنا جعل
عدد من الدكاتره وسندان الناظور ونشكر ايضا سوطاس نسيتي انه ان الندوه 30 30 انه ذاك سن التحسيس للمواطنين كذلك ذاك سن رفع اللبس للمواطنين تغيما انه في حيره من امرهم انه تسرنخج عدد الامور كما انه ندعو الساده القانونيين ايضا والساده الدكاتره لتنوير الراي العام كذلك بكل مستجدين كيتيرين انه كل جديد كيتيرين الساحه يخصها تسنن ونسيتي منه المنطقه أنه كذلك اتيري انه هو اسهام اسهام انه المجال العلمي وكذلك الثقافي في المنطقه. حضرت هذا الملتقى من اجل ابراز خصوصيه إصدار الآراء بالمطابقة الصادرة من المجلس العلمي الأعلى من حيث المنهجية ومن حيث المضمون ومن حيث الآثار المتوقع. فمن حيث المنهجية هناك منهجية معتمدة وترتكز على الانفتاح على المذاهب الإسلامية المختلفة وعلى المعايير الدولية المسلمة إضافة إلى المواءمة القانونية بما فيها النظريات الاقتصادية والتمويلية المختلفة. وعلى مستوى المضمون أكيد أن الآراء بالمطابقة استفادت من التجارب الدولية في هذا الموضوع، اعتمدت كثيرا من مسائل إضافة إلى وجود بعض الامتيازات أو بعض المفردات التي انفردت بها التجربة المغربية لحد الآن في بعض العقود والمنتجات، فكل عقد إلا وفيه بعض ما خالف به فيه المغاربة إخوانهم في كثير من دول العالم فيما يتعلق بالمالية الإسلامية. أيضا المداخلة أرادت أن توصل رسالة بأن ينبغي أن نشجع هذا المشروع وأن نطمئن إلى هذا المشروع وأن نثق فيه مع وجود تسائلة مشروعات تستحق الأجوبة المقنعة والأجوبة المناسبة، ولكن قلت ما ينبغي أن نطمئن إليه أن هذه اللجنة مستقلة عن البنوك لا تأخذ راتبا من هذه البنوك وأن اللجنة عندها قدر كبير من الاستقلالية ولا تخضع لأي ضغط مهما كان، فتأخذ وقتها في فهم عدد من الأمور. ربما قد صحيح قد تصدر بعض الآراء التي تستدعي نقاشا علميا من أوجه متعددة، ولكن يبقى هذه الآراء لا نملك إلا أن نثق فيها وإلا أن نقدرها ونحترمها مع إمكانية تقديم الآراء الأخرى التي قد تقوي من هذا المشروع، وأن وجود الرقابة والتدقيق الداخلي وظيفة التقييد تساعد على تطبيق سليم لما يصدر من المجلس العلمي الأعلى إضافة إلى الرقابة رقابة البنك المركزي وما إلى ذلك من هذه الأمور. نحن في البداية لا يمكن أن نحكم على هذه التجربة المبتدئة مما لا تتحمله. لأنه كتجعل أننا ما سلوكنا العملي يعني حنا تنصليو ونصوموا داك الشيء، ولكن إذا تجي المعاملات المالية تنخليو خسر رجعة تنلقاو نوع من هذه من الإشكاليات اللي تتخلق واحد المشكل ديال السيولة في البنوك التشاركية، لأنه دابا الآن اللي بدات تحتاج والناس تعاطوا لهذا الشيء ياخذوا سلفات بدات تقول لهم دابا شوية السيولة ناقصة، إذا أساليب لإعادة تمويل البنوك التشاركية نفسها بالفلوس.